الله الرحمن الرحيم. نستكمل في هذه المحاضرة ما انتهينا منه في المحاضرة السابقة. كنا قد تطرقنا إلى استخدام أمثل الطرق وأنجع طرق في عملية البحث عن الدوكيومنتس أو الارتكلز اللي أنا مهتم فيها. إحنا ما خلصناش من الموضوع، بدنا نستكمل اليوم إن شاء الله. في عنا حاجة اسمها Advanced Search Interface، وهذا للناس اللي بدهم يحددوا بالضبط ايش اللي بدهم اياه. بقول لي Customizing Search Preferences and Options، هذا بيحدد وبيقلل من الاوبشنز اللي كتير اللي بعرضها عليك جوجل سكولار. فانت من خلال اللي هو Advanced Search تستطيع انك انت تشيل شغلات كتير هي مش لازمها. بقول لي Adjusting the Google Scholar setting is not necessary for getting a good result. Results that offer some additional customization. يعني هو عملية الـ Advanced Search مش بالضرورة هو يجيب لك يعني أبحاث راقية جدا، لا، هو بيحدد من الكم اللي انت ممكن تلاقيه مش لازم لك. فايش يعني الـ Advanced Search عليها؟ وبأشوف عندي هنا في Advanced Search، طبعا هنا في الارتكلز اللي هو الباي ديفولت جوجل سكولار بيعمل لك بيجيب لك الارتكلز. هنا كيس لو، يعني هذا ما بدناش نتطرق له لانه هذا له علاقه بالقوانين والتشريعات اللي لها علاقه بالموضوع اللي انت كتبته، هذا ما بهمناش. البروفايلز اكيد حنجي له، وهذا حنجي له كمان شويه، بس احنا بنروح للادفانس سيرش ونشوف ايش اللي بنلاقيه. في الادفانس سيرش اللي هو حنلاقي انه بقول لي find articles. طيب انت ايش اللي بدك الارتكلز؟ هنا بقول لي with all of the words، يعني انا بدي الارتكلز اللي يحتوي على هذه الكلمات. فانا بدي مثلا diarrheal disease، بدي مثلا escherichia coli، بدي مثلا هنا fever، خلينا نقول، وهكذا. طيب هذا بيحتوي كل دوكيمنت اللي انت بكل دوكيمنتس اللي هو بيطلع لك اياها لازم يحتوي على هذا الكلام. طيب تمام، احيانا بتقول لي with exact phrase، ما دام with exact phrase معناته انت قصدك وهو الكيوتيشن with exact phrase، بتحط له ايش الفريز اللي بدك اياه. مثلا انا بدي اللي هو fever. طيب الان بقول لي with at least one of the words، على الاقل يحتوي على الكلمه. يعني هو اذا ما لقيتش diarrheal disease شيشا كولاي فيفر، يا اخي بس خليها قاعده diarrheal disease او diarrhea، بحط له مثلا على جال انه يكون diarrhea. طيب without the word، انا ما بديش كلمات، ايش الكلمات اللي بكاش اياها؟ بديش مثلا يكون مثلا موجود في كلمه سالمونيلا، فبقول له مثلا والله انا بدي شيشا كولاي، انا قصه السالمونيلا هذه سالمونيلا ما بديش اياها، ما تكونش موجوده في الابحاث هتطلع لي اياها. طيب وير ماي وورد، الكلمات اللي انت بدك اياها، بدك اياها في العنوان ولا بدك اياها في التايتل ولا بدك اياها اني وير؟ هنا كاتب لك باي ديفولت انه هو اني وير، اذا انت بدك اياها في العنوان حطها في العنوان، حدد له اياها في العنوان. طيب الان هنا بقول لك ريتين ارتكل اوثر باي، اذا انت بتعرف كاتب وانت معني في الابحاث تبعته تكتب اسم الكاتب. بقول لك هنا بقول لك اجلب لي او احضر لي الارتكلز اللي هو اوثر باي فلان فلاني، هاي كاتب لك اكزامبل بي جي هايز، هذا اسم باحث، فانت اذا انت عارفه اكتبه، مش عارفه سيبه. طيب هو بقول لك هنا ريتين ارتكل ببلش باي، انت اذا انت عارف الببلشر الناشر الجامعة او المؤسسة البحث العلمي او الجيرنال اكتب، اذا كان الجيرنال هنا جيرنال اوف بيولوجيكال كيمستري اور نيتشر، اذا انت بتعرف المجلة اكتبها، بجيب لك بس الابحاث اللي انت حددت المجلة فيها. طيب بتوين اللي هو الديت ما بين عام كذا وكذا، وبالتالي هذه واضحة انت بتقدر تستخدمها في اللي بدك اياه. لاحظ انت هنا لما انا كتبت الكلام هذا واستثنيت السلمونيلا وقلت له سيرش، هتلاقي انه السلمونيلا مستثناه من السيرش بار من البدايه، فبقول له ابحث لي. لاحظ انه ايش حتطلع السلمونيلا هنا؟ ناقص هنا، ارجع للناقص اللي انا حاطط لك اياه هنا، ناقص اوبريتور، وبالتالي هو حطها لحاله، فهمها انه انت ما بدكش
ايه بدكش اللي هو هيو السلمونيلا. فهو جاب لك اللي هو دايريال ديزيز موجوده في التكست او في العنوان، مش مشكله، الشيشه كولاي فيفر، وحط لك الفيفر، حطيته انا الفيفر هنا الاكزاكت فريز، لكن انا قلت له ما تكونش السلمونيلا موجوده، فهو استثنى السلمونيلا. فانت مش ممكن تلاقي كلمه سلمونيلا في ال 30900 ريزلت، مش هتلاقي كلمه سلمونيلا لا في العنوان ولا في التكست. وبالتالي هذا يعني بالنسبه للادفانسد سيرش. طيب بايبلوجرافيك مانجر اللي هو كيف انت بدك تشوف اللي هو الريفرنس، كيف تتم تسجيل الريفرنس. اللانجوج بدك اياه، هذا اللانجوج بدك اياه بالعائب اللي مش موجود بالعربي طبعا، هنا الانجليزي والكلام هذا. الباتون الباتون هنا سكولار باتون. الان هنا لو نرجع للادفانس سيرش ورحنا للسيتنجز، هنلاقي انه هنا في السيتنجز اللي احنا تحدثنا عنها الكوليكشن. طيب انت بدك الارتكلز تكون ارتكلز علميه، ما بدناش اللي هو الراي القانوني، ما بهمناش، يبقى هي باي ديفولت موجود هنا. طيب هو بيقول لك انه بدك انت في كل صفحه بدك 10، يعني هنا 1 2 3 4 10، ولا بدك اكثر؟ انت بتقول له انا بدي 10، وهو باي ديفولت خليها احسن. طيب وين ريزلت اوبن؟ وين اذا بدك نفس البراوزر ولا في مختلف؟ طيب الان بايوجرافيك مانجر دونت شو اني سايتيشن امبورت لينكس، ما بدناش يكون اللي هو اللينكس تبع السايتيشنز اللي انت بدك تاخده مش متوفر، سيبه هذا كله يعني باي ديفولت، ما تلعبش فيه افضل. نيجي لللانجوج، انت بدك النتائج تظهر عندك باللغه الانجليزيه ولا باللغه الجيرمان ولا ايطاليان ولا ولا ولا، فانت هذا الكلام انت بتحدده ايش اللغه اللي بدك اياها او اللغتين او اللي بدك اياها. طيب لايبراري لينكس، هذا في حال ما يكون انت بتتبع لمؤسسه والمؤسسه هذه المكتبه عامله اشتراكات، وبالتالي هذا يعني مش موجود عندنا، ما بدناش نتطرق له. الاكونت يعني الاكونت تبعك انت اللي هو يور كرنت سايند از اللي هو الايميل تبعك، هذا انت لما بتسجل بتحط مثلا الصوره والبروفايل تبعك، خلاص انت بتكون هيك سجلت وهو عارف مين اللي فتح الصفحه ومين اللي اذا بدك تغير طبعا بتغير. الباترون هنا اللي هو مقصود فيه انه انت على راس الصفحه اللي انت بتفتح فيها جوجل سكولار بيكون، وهذا صحيح انها يعني جميله جدا، بيكون موجود فيها الايقونه بتاعت الجوجل سكولار. طب هو ايش بتفيد؟ انه اللي بتفيدك انه انت اي تكست فتحت من خلال الانترنت سواء كان جوجل سكولار او جوجل او اي صفحه وعملت كليك على اي جمله منها، ممكن على مباشره هيودي لك اياها على جوجل سكولار. يعني مثلا هنا احنا هنا هذه الايقونه هنا بدي الان هنا انا باجي بقول مثلا انا بدي ادور على اي شيء مثلا عن مثلا برودكشن production مثلا of red blood cells، خلينا نقول. طيب الان في البرودكشن اوف ريد بلاد سيلز، لو انا بدي اعمل كليك هنا، هو مباشره راح نقل البرودكشن اوف ريد بلاد سيلز على جوجل سكولار وبدا يدي لك نتائج، يعني اخذها لحاله مباشره. طيب يعني لو انا بدي مبتدئ وبدي اشوف بس شو يعني عمليه البرودكشن للريد سيلز، بروح على جوجل وبفهم القصه كده مبدئيا يعني. لكن اذا انا بدي اشوف طيب البرودكشن، بدل ما اخذ انسخ وارجع افتح صفحه على طول مباشره بعمل كليك هنا، فهو اخذها مباشره. الشيء الجميل الثاني انه انا ممكن ايش اسوي؟ الريد بلاد سيلز بمجرد انه مثلا start as immature cell، وهذه مثلا الجمله ال in bone marrow، الجمله استوقفتني وعجبتني، فبقوم بعمل عليها كليك بالطريقه هذه. يبقى انا عملت على red blood cell start as immature cells in bone marrow، وبقوم بعمل كليك على الايقونه اللي هو الباتون هنا. لاحظ انه نفس اللي ضللتها طلعت لي هنا وجاب لي برضه الابحاث العلميه اللي لها علاقه بالجمله اللي انا ضللتها.
صحيح هذا شيء رائع جدا من جوجل سكولار، وفر عليك حاجة كتير كتير مهمة، فأنت يعني بتشوف إيش الأبحاث العلمية ونفس الإشي بس بيجيب لها اقتباسات واللي هو الصادر وما إلى ذلك. فهذه يعني البتون كتير مهمة، الأيقونة أو البتون هذه أنت بدك تضيفها، طبعا هنا أنا ضيفها، فهو لما قبل أنت ما تضيفها بتكون هنا جايب لك جملة إذا أنت بتحب تضيفها اعمل داونلود، فأنا عملت لها داونلود وعملت لها سيف فظهرت معايا هنا. لما ظهرت معي هنا خلاص انت لو بتروح على جوجل وبتكتب له ريد بسل برودكشن، بدك تكتب له مثلا خلينا نقول مثلا تيشو كلتشر، هنا مثلا تيشو كلتشر، وعملت كليك، الان بيطلع عندك كل النتائج على جوجل، هذا جوجل عادي، فانا بقوم بعمل كليك فبديني تيشو كلتشر منها. إذا أنا فتحت أي بحث هنا وقمت ضللت عليه حيديني جوجل سكولار، هذا يعني شيء يعني جيد ووفر برضو عليك العديد من فأنا البطن هنا قال لك الكروم اكستنشن وهذا موجود allowing you to search جوجل سكولار from any website، مش بس من جوجل سكولار، من any website. Moreover it have any text selected if you have any text selected، إذا أنت حددت زي ما فرجيناك توي حتلاقي إنه على طول حيكون ديسبلينج على الجوجل سكولار مباشرة، وهذا شيء يعني بوفر وقت وجهد. بعد كده قال لك use my library feature to bookmark article you want to read later on. الميزة هذه ميزة رائعة جدا وجميلة، بقول لك انه الباحث لما بيكون بده يشتغل في الماجستير او الدكتوراه بالطبيعي انه هو حيحتاج الى تخزين العديد من الابحاث العلميه ذات العلاقه بموضوع اللي بيشتغل عليه. طبعا المواضيع متفرعه ومتشعبه، وهو اذا ما كانش مرتب في تخزينه لهذه الساينتفك ارتكلز حيعوم ومش حيقدر يسيطر على الموضوع. جوجل سكولار ادتنا ميزه انه انت بتستطيع انك انت تنشئ مكتبه ضخمه جدا فيها آلاف بل عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الارتكلز دون أي مجهود ودون أي مرتبة، وأنت تستطيع أنك تصل إلى الارتكل اللي بدك إياه في خلال ثواني رغم وجود عندك المكتبة ضخمة من الارتكلز. طيب هذا الشيء يعني مهم جدا أنك أنت تعرفه. لو إحنا رجعنا لجوجل سكولار هنا قلنا انه احنا في جوجل سكولار مثلا الموضوع اللي احنا تحدثنا عنه نرجع تاني نقول مثلا بياريال ديزيز طلع معايا 167,000. طيب ماشي الان انت دخلت لما انت بتعمل حساب على جوجل سكولار او على جوجل خلاص هو انت بتفوت باسمك وهو بيكون عارفك مين انت وموجود هنا my library، هنا موجود my library. الآن المكتبة تبعتك أنت بدك أنت تحط فيها الأبحاث اللي أنت شايفها مهمة جدا. فرضا إن أنت بتعمل بحث عن diarrheal disease in children، فأنا بقول مثلا في قطاع غزة أو أنا بشتغل في قطاع غزة لكن أنا بشوف إيش العالم عنده أخبار ومعلومات عن أمراض الإسهال لدى الأطفال، فأنا بقول بياريا طلعت معايا 160,000 نتيجة. طيب ممتاز، الآن أنا بديت أعمل advanced search وحدد وقلت مثلا 160,000 لا أنا والله بديش، أنا بدي الجديد بديش هنا مفتوح الوقت، فأنا بدي سنس 2019 بدي 2019 فبقول له اعمل لي سنس 2019 فنزلت ل 26,000. طيب والله أنا 26,000 برضو كتيرة لكن يلا ماشي مش مشكلة خلينا نشوف ايش الابحاث. فانا افرض انه انا جيت قرات مثلا هنا كلينيكال اند ايمونولوجيكال كاركترستيك اوف اكيوت دايريال ديزيز ان تشيلدرن ولقيت انه هذا قراته هيو عندي بي دي اف، ولو جيت انا عملت كليك عليه حلاقي انه مباشره هيو بنزل لي داونلود على الايقونه اللي هنا امامنا هيو قاعد بنزل، ولما نخلص تنزيل هيفتح معايا مباشره اللي هو البحث اللي هو هنا حلاقي الجيت حيفتح معايا على طول. طيب الان هي فتح معايا عندي 12 صفحه هي نفسه كلينيكال اند ايمونولوجيكال كاركترستيك اوف اكيوت دايريال ديزيز نفسه اللي هو اللي انا كلينيكال. طيب
انا قريته وهيو ابستراكت وحاجه ممتازه وجديد طبعا، لان انا حددته 2019 وما فيش مشكله. 2020 هيو عندي موجود العام النشر والباين عليه بحث يعني محترم ومفيش عندنا مشكله. طيب انا عجبني، طيب اعجبك بتقول لي طيب الان في عندنا الستار اللي هنا، الستار هنا اللي هو سيف، يعني هذا البحث يعني ذو نجمه وانا مهتم فيه، فبتعمل كليك عليه. لما بتعمل عليه كليك قال لك ايش، سيف تو يور لايبرري، سيف تو يور. طب تعال نروح لماي لايبرري، هاي ماي لايبرري، تذكروا انه احنا بنتكلم عن مين، كلينيكال اندومولوجيكال كاركترستيك. فلما انا بروح لماي لايبرري بلاقي انه هي انتقل مباشره كلينيكال اندومولوجيكال كاركترستيك، هو جاب لي اياه الان حيجي يحط لي اياه في ماي لايبرري. طيب الان هنا بيتكلم هو قال لك الكلينيكال اندومولوجيكال كاركترستكس اوف اكيوت دايريا دايريا ديزيز ان تشيلدرن. طيب ممتاز، الان برجع ثاني انا على البحث تبعي مخزن اياه وبشوف وين في كمان. طيب هنا في ايفالويشن اوف وورد هيلث اورجانيزيشن بروجراماتيك، هذا بيتكلم عن تقييم منظمه الصحه العالميه او منظمه الصحه العالميه لبرامج اللي هم لها علاقه بالحد من الان. هذا الموضوع بيتعلق بالامراض الاسهال عند الاطفال، لكن هذا مختلف عن الموضوع. هذا بيتكلم عن كلينيكال اندومولوجيكال كاركترستيك، هذا بيتعلق عن اللي هو اداره البرامج اللي هم الحد من الامراض الاسهال عند الاطفال. فانا بقول والله هذا موضوع عجبني فبعمل له سيف، فهو راح ودالي اياه، فبرجع انا هنا بقول له هيو ايفالويشن الان. طيب انا بدي اجيب مثلا عندي 30 40 بحث او 50 بحث، اذا بتحكي عن ماجستير او دكتوراه 50 بحث عن دايريال ديزيز ان تشيلدرن، بس هدول بدهم تصنيف. فباجي بقول هنا طيب هذا دايريال ديزيز بس هذا له علاقه بالتقييم منظمه الصحه العالميه للبروجراماتيك اكشن. طيب انا باجي بقول الان هنا هذا انا بدي اعمل له كاتيجورايزيشن، بدي اعمل له تصنيف. فباجي هنا بعمل ليبل وبقول كرييت نيو، كرييت نيو ليبل، وبقول طيب الان هذا البحث اللي هو يعني تحت تقييم منظمه الصحه العالميه للبرامج، فبقول هنا انا من عندي باختار ليبل بقول ايفالويشن مثلا ايفالويشن اوف بروجرامز، ايفالويشن اوف بروجرامز، هذا كاتيجوري، هذا تصنيف، وبالتالي تحت هذا التصنيف ممكن احط 5 و6 و10 و20 قد ما بدك، وبقول له كرييت نيو. الان لاحظوا انه ايش عمل لي هنا، لاحظ انه هنا ايفالويشن اوف بروجرامز. الان انا بعرف انه هذا البحث تم ادراجه ضمن تصنيف ايفالويشن اوف بروجرامز. طيب هذا مش من ضمن تصنيف، هذا مش بروجرامز، هذا بيجي لك على كلينيكال اندومولوجيكال كاركتر، ايش الصفات اللي هو المرضيه والمناعيه، يبقى معناته هذا بده تصنيف اخر. فباجي بقول انا هذا بده اللي هو هي التصنيف هذا بحطوش فيه، بقول له كرييت نيو، وباجي بقول له هنا سيمتومز مثلا، هنا سيمتومز، وبقول له كرييت، يبقى لاحظ انه حط لي هنا سيمتومز. طيب الان انت لما بدك تيجي تطلع هنا تعمل كليك على اللي هذا حيجي لك اللي هو الكاتيجوري نفسه. طيب نرجع تاني بلاحظ انه قدرت انا احدد الكاتيجوريز للابحاث اللي عندي. هنا بتحدث عن مثلا evaluation of programs، هنا عن السيمتومز، هنا عن البلانتس واللي علاقه بالبكتيريا، مش مشكله. فبالتالي انا عندي ثلاثه كاتيجوريز، هذا هم الكاتيجوري الاولاني ايفالويشن بلانت والايفالويشن بروجرامز وبلانت والسيمتومز. الان هنا بقول لي تقدر انت تعمل مانجمنت للليبلز، تعمل كليكنج وبتيجي هي عندك الكاتيجوريز، تقدر تشيل واحد منهم، تعمل تغير الاسم، تعمل فيه حاجات كتير مش مشكله. الان بعد كده انت لما بتيجي تضيف اي بحث جديد تستطيع انك تحطه في اي كاتيجوري، وبالتالي انت بيصير عندك كل الكاتيجوريز هذول موجودين والى ابحاث مصنفه داخلهم. بعد هيك احتجت اي بحث في داخل اي كاتيجوري اتصل اليه مباشره،
وهنا تقدر تستطيع انك تبحث من خلال التايم جوا المكتبه تبعتك اذا كان في عندك عدد ضخم او كبير. طيب احنا هنا لو رجعنا للقائمه تبعتي The Real Diseases in Children، وزي ما حكينا حبينا ناخذ اكثر من بحث، خلينا ناخذ مثلا Pseudomonas aeruginosa associated The Real Diseases in Children، هذا مثلا اعجبني وبتكلم عن اللي هو علاقة السيدوموناس إيريجينوزا بالإسهال، وبقوم بعمل كليك زي ما حكينا وبتخزن عندي، برجع تاني على ماي لايبرري وبلاقيه هنا موجود اللي هو سيدوموناس إيريجينوزا أسوسييتد. الآن في عندي الإيفاليويشن بروجرام، بنفعش أحطه في الإيفاليويشن بروجرامز مثلا هنا في السيمتومز، على فرض أن أنا بضيف على السيمتومز بقوم هنا بقول الآن في عندي أنا سيمتومز وفي بلانت وفي إيفاليويشن، لما نعمل كليك على الليبل وين بدك توديه، في عندك كاتيجوريز، فانا فرضا بدي اوديه على السيمتومز، فبعمل كليك على السيمتومز وبقول ايش ابلاي، فالان صار في عندي هنا دخل في السيمتومز، فبالتالي اي ملف برجع تاني هنا على الارتكل تبعتي بلاقي انه مثلا البحث هنا، خلينا نمشي مثلا في الصفحه الثانيه What works in fighting diarrhea. هذا نفس الشيء، هذا الـ in developing country، هذا برضو بيقيم إيش الإجراءات اللي تمت ضد اللي هو الـ diarrheal disease في developing countries اللي هو العالم الثالث، فبقوم أنا هذا عامل له اللي هو category اللي هو evaluation of programs، فبعمل clicking على الستار تطلع معايا التخزين في my library هيو what works هنا. الآن أنا بدي بحدده وبقول وين بدك اياه، الان في عندي ايفالويشن بروجرام وهذا مناسب جدا له، فبقول له حط لي اياه في الايفالويشن بروجرام وبقول له ابلاي، فصار عندي هنا ايفالويشن بروجرام. الان لو انا بدي اقطع على الايفالويشن بروجرام اشوفه كم واحد صار عندي، فهي عندي الاثنين صار ايفالويشن بروجرامز وهكذا بصير. طيب انا عندي في السيمبسون قديش؟ اثنين، هاي الاثنين اللي عندي، في البلانس كان في واحد، هاي البلانس كان واحد، وبالتالي هذه قائمة الكاتيجوريز بتوفر عليك وقت كتير، وبتحط لك إن أنت بتشتغل على الدياريال ديزيز بدك البروجرامز تبع مكافحة الأمراض السهلة للأطفال، هاي كل اللي بتحط قد ما بدك، إذا كالسيمتومز بتحط قد ما بدك وهكذا، الصحيح بتكون يعني حاجة يعني ممتازة جدا وفيش فيها مشاكل وتكون الأمور يعني جيدة. نرجع هذا بالنسبة لماي لايبرري، وبالنسبة هنا كمان إذا أنت بدك تروح لماي لايبرري وبتشوف أنت لو بدك تحدد مثلا هنا، طبعا هنا تراش اللي هو ديليت، إذا بدك تشيل ديليت، إذا أنت هنا بدك تعمل إيديتنج تغير من هنا المعلومات، هنا بدك تغير منها برضو بتغير منها، ما بنصحش يعني بالكلام هذا. knows that a resource exists، يعني المصدر موجود، البحث موجود، because some other sources cited it، والدليل على ذلك انه في ناس اخذوا منهم اللي هو عمل citation، but they can find no web source to match it، مش بلاقي اي يجيب لك اياه من اي مصدر. these tend to be older sources، ممكن تكون هذا اسبابها انه هو قديم مش ملاقيه، or those that do not have web page for specific article or preview available in Google Books، مش ملاقي له قاعده بيانات. You can either choose to have Google Scholar display these non-citation to other works or suppress them by unchecking. ممكن انك انت تصبر وتدور على citations تبعته اللي ماخدين منه وتشوف المعلومات، او انك انت تشيله خالص من اللي هو citations اللي هو من هنا. Include citation تشيلها وتريح من القصة. يعني هذا الامر وضحناه قبل كده احنا. Creating an email alert، حكينا انه انت كيف تعمل alert وتجي لك كل معلومة اول باول. Search top article in top journals، هذه مهمة جدا. في هنا for a new Google Scholar has only the following publication types، طبعا بالنسبة لجوجل هو بياخد من جيرنال وبياخد من بوكس وبوكس شابتر وبوكس بوك ريفيو وكونفرنسز وما إلى ذلك، هذه كلها مصادر الجوجل سكولار. يبقى إن احنا نذكر نقول لك إنه في بدائل عن الجوجل سكولار في النت، طبعا في بدائل لكن الجوجل سكولار هو أفضلهم. من ضمن البدائل في عندك موقع اسمه أكاديميك سيرش إنجين اللي هما زي المايكروسوفت أكاديميك. مايكروسوفت أكاديميك هذا موقع كتير رائع جدا، وهو تم إنشاؤه في 2015
وبدا ينافس جوجل سكولار حقيقه منافسه قويه. فلو انا بدي افتح عليه بس عشان تشوفوه بدي اكتب هنا اللي هو مايكروسوفت اكاديميك, بيطلع معايا اللي هو الهوم بيج تبعتها هنا. الهوم بيج تبعتها حاجه يعني كويسه, بتحط هنا اللي هو الكي ووردز الدي او اي اي حاجه بتمثل البحث تبعك, وبيطلع معاك نتائج ممتازه ومفيش عندك اي مشكله. الشغله الثانيه المحرك الثاني هو محرك جديد اللي هو سيمانتيك سكولار. سيمانتيك سكولار هذا جديد اقل انتشارا, في حوالي يعني بيحتوي على 40 مليون سايتيشنز. هذا ممكن انه انت يعني مثلا تيجي هنا لو بدنا نفتح عليه ونلاقي انه السيمانتيك سكولار هيو برضو موقع ممتاز. هي سيمانتيك سكولار برضو موقع ممتاز تستطيع انك انت تستفيد منه اذا كان مش عاجبك الجوجل سكولار, لكن خلاص جوجل سكولار اصبح الناس متعودين عليه, فيش عندهم مشاكل معاه وسهل جدا التعامل معاه والامور هذه. طيب احنا هنا تقريبا يعني انهينا محاضرة الجوجل سكولار, وان شاء الله حنكمل في مواضيع اخرى بما يخص اللي هو طرق البحث العلمي. ان شاء الله كده تكون استفدتوا من المحاضرات, ثلاث محاضرات بتاعت الجوجل سكولار, وان شاء الله حي يعني هذا حيفيدكم اللي بالذات اللي ممكن منكم يقدم على دراسات ويكمل دراسته. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. السلام عليكم.